السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نصبح عليكم بالخير مشاهدينا ومتابعينا، ونخص بالتصبيحة طبعا أمهاتنا وأبهاتنا دائما، ونقول الله يعطيكم الصحة والعافية. أعزائي المشاهدين، مثل ما عودناكم دائما نتجول في شوارع دوحتنا الجميلة وبلدنا الحبيبة قطر. إحنا اليوم موجودين في طريق سلوى بالتحديد، طبعا هذا الشارع اللي يحتوي على أكثر المحلات التجارية، من وكلة، من محلات بيع، من محلات بيع قطع غيار، كذلك جراجات لتصليح السيارات. اليوم بنتكلم عن موضوع شوية مختلف، موضوعنا عن البطاريات، مش أي بطاريات طبعا، بطاريات محلية الصنع، صناعة قطرية في محل كيو باور. هذا المحل طبعا الغني عن التعريف واللي كسب ثقة زباينا في الآونة الأخيرة. خلنا ندخل وياكم ونشوف بعض المنتجات اللي عندهم من بطاريات، وكذلك أمور متعلقة بالبطاريات، ونتكلم وياهم عن الخدمات اللي يقدمونها من تركيب البطاريات وغيره. السلام عليكم. السلام. صباح بالخير. كيف حالك؟ أهلين، شرفتنا. هلا أهلين. أعرف عليك بداية. أمير محمد، مدير التسويق والمبيعات. يا مرحبا أخوي أمير. الله يسلمك. إحنا يعني بداية شفنا عندكم البطاريات ما شاء الله أنواع وأحجام مختلفة، ممكن تعطينا بصورة سريعة للمشاهد الأنواع اللي تبيعونها؟ الحقيقة نحن عندنا تقريبا، طبعا هاي بطاريتنا نحن صنع في قطر، مصنعنا هنا في الصناعية الجديدة، بدأنا إنتاج بال 2019، تقريبا صرنا 5 سنين نحن بادئين الإنتاج. عندنا تقريبا 96 قياس ما بين ال وار، ما بين القياس العادي والقياس العكسي. طبعا احنا بنغطي تقريبا كل احجام السيارات، اضافه للجنريتر والمولدات وبعض المعدات الصناعيه ومعدات المقاولات. طيب، جميع انواع اخوي امير انواع السيارات، طبعا احنا نعرف ان انواع السيارات او الاخوه المشاهدين يعرفون انها تختلف، يعني بعض الانواع تتطلب بطاريات احجام مختلفه. احنا نعرف ان الامبير والفولتية متشابهة، ولكن حجم البطارية يختلف. هل توفرون جميع الأحجام لجميع أنواع السيارات؟ كل أنواع السيارات تقريبا الموجودة داخل دولة قطر تقريبا احنا بنوفرها. حتى احنا في احيانا كان المستهلك يعاني من بعض الأنواع الغير متوفرة، مثل حاليا مثلا في السيارات الصينية شوي بطاريتها بتجي محروفة بالعكس، عكسيات، دائما كان المستهلك يدور ما يحصلها دائما. الحين احنا متوفرة عندنا هنا موجودة. طيب، وكلها صناعه، طبعا صناعه قطريه عندكم، مصنعكم اللي يصنع؟ صنعنا نعم في الصناعيه الجديده، نحن مصنعنا تقريبا مثل ما قلت لك نحن بدانا تقريبا 2019، نحن حاليا بطاقه انتاجيه 1500 بطاريه يوميا. طبعا نحن قادرين نرفع الشيفت لاكثر من هيك، الكباسيتي بنرفع اكثر من هيك، نحن شيفت واحد فقط 1500 بطاريه يوميا. ان شاء الله بالمستقبل كمان نحن حنرفع الطاقه اكثر من هيك بحيث نغطي السوق القطري كاملا باذن الله يعني. طيب اخوي امير، يعني الله يوفقكم على كل الاحوال، لكن كم فرع عندكم هني؟ انا احس ان في نقص في الافرع. نحن هلا نحن حاليا عندنا 5 فروع، ان شاء الله خلال الثلاث شهور او 4 شهور القادمين حينزادوا كمان فرعين، وان شاء الله من هون للعام القادم حيصيروا 10 فروع، بحيث نغطي كل مساحه تقريبا مناطق قطر، بحيث يعني مش انه كل منطقه اول كل شارع، لكن كل منطقه قريبه للمستهلك يكون بيحسن اكسس، انه ايزي اكسس عليه انه يوصل بسهوله. طبعا احنا عندنا كمان خدمه توصيل موجوده من الفروعه. خدمه توصيل اخوي امير، هل هي عن طريق ابلكيشن معين ولا عن طريق الهاتف او اتصال؟ والله حاليا احنا موضوع الهاتف، لكن احنا قريبا ان شاء الله حنوفر التطبيق كمان، لكن احنا حاليا لسهوله التواصل مع العميل، لانه في عميل يعني مثلا ممكن يلاقي صعوبه باستخدام التطبيق او شيء، لذلك احنا عم نلاقي الهاتف او الواتساب حاليا بهالمرحله نحن تلاقي اسهل. ان شاء الله بالمستقبل ان شاء الله حنلاقي يعني طريقه بحيث نوصل نريح الزبون اكثر. بالنسبه للدفع اخوي امير، هل عن طريق الكاش او في عن طريق البطاقه مثلا؟ العامل اللي يوصل البطاريه يكون الدفع عن طريقه؟ لا، العامل معه ماكينه كمان، ماكينه اي تي ام موجوده، سواء كاش وان حب يدفع كمان ما في مشكله، متوفر هذا الموضوع. طيب، غير انه توصلون البطاريه يتم تركيبها كذلك طبعاً للزبون؟ طبعا لازم يوصلها ويركبها، يتركب ويتأكد من تركيبها الصحيح وجدتها، بعدين خلص نعطيه كرت الضمان تبع الزبون وبيروح العامل. طيب، هذا بالنسبة للسيارات أخوي أمير، هل في آلية معينة مثلا لأصحاب القوارب واليخوت؟ والله نحن حاليا بطاريات اليخوت تقريبا ما أنا متوفرة 100%، لكن في عنا بطارية بديلة إلها، بصير في عنا عم تستهلكها وعم تكون مبسوطة فيها، لكن هي ليست 100%
بطارية يخت كويس، لكن نحن بديلة إلها، يعني تقريبا بنحس نقول مثلا ممكن تكون 80% متشابهة إلها. في 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 عملاء بياخذوها مبسوطين فيها ويعني امورهم طيبه، لكن نحن بالنسبه لنا ليست بطاريه اليخت 100%، لانه ليش؟ تعرف اليخت وهزه المراكب هي والاشياء هي بتاثر على على جوده البطاريه، يعني اليوم الامواج وارتفاع القوارب هي لما هز البطاريه هزها زي ما كانت مخصصه 100% للقوارب كويس صح عم بصير تاثير عليها، بس نحن في انا عم بستخدمها ومبسوطه منها، يعني في عنا عملاء بياخذوها والامور طيبه ان شاء الله. تركبونها لهم ولا فقط تبيعون؟ نحن بنعطيهم اياها بس هي، لانه في الى طرق معينه بالتركيب، ممكن الشب اللي عندنا اختصاصي ما يكون عارفان كثير، مخاف نحن يكون في تاثير او شيء على جوده المراكب، لذلك نحن بنكون هالموضوع مشان المسؤوليه نحن. طيب اخوي امير، انا ودي اني اخذ جوله معاك في المحل ونشوف الاسعار، إذا في مجال مثلا ناخذ الأسعار تفضل معي هني بس لو سمحت. بالنسبة إيه بالنسبة للبطارية هي مركبة تقريبا ممكن على مثلا ممكن سيارات الياباني الكامري وسيارات سيدا. كم سعرها أخوي أمير؟ هذه 260 ريال. طبعا نحن الحمد لله رب العالمين، يعني نحن من بعد ما بلشنا الإنتاج بالمصنع تقريبا نزلنا سعر البطاريات بالسوق بشكل عام، نزلناه ما بين 25 و30%. كويس، يعني مثلا هي قبل كان المستهلك ما يحصلها اقل من 330 350 ريال 60 امبير، الحين احنا كم عم نبيعها 260 ريال فقط. طيب ممتاز. بالنسبه للبطاريات الاخرى، هي بطاريه حق الكروزر هي كويس، هي 80 امبير عم نركبها او 70 في منها 70 في منها 80، هي سعرها عم نبيعها 300 ريال. 300 ريال شامل التركيب؟ شامل التركيب نعم. طيب هذا اذا كان في الوحدات اللي تابعه لكم. أنا لاحظت أخوي أمير أن في محلات أخرى تجارية كذلك توفر بطارياتكم. هلا نحن تقريبا لك شغلة للأمانة، نحن كانت خطتنا بالبداية بدأنا إنتاج كان خطتنا أن نوزع بالسوق، لكن اكتشفنا أنه نحن المحلات الثانية شو عم بيصير؟ عم بيصير لعب بالأسعار الريتيل. شلون؟ يعني أي محل ريتيل ما عم يرضى أقل من 100 و150 ريال مربح على البطارية اللي عم بعطيها أنا. إذا شو قررنا نحن؟ نفتح فروعتنا. مشان ايش نفتح فروعتنا؟ عشان نحن نكسر سعر الريتيل، سعر المبيع للمستهلك ننزله. يعني اليوم مثلا هي 260 ريال عم نبيعها نحن، بتلاقيها برا عم بيعوا ب 300. طب انا قلت لك انا سعر المبيع هيك ما عم يلتزموا فيه، لذلك قررنا نفتح نحن فروعتنا مشان نكون نحن متواصلين من المصنع مباشره لسياره العميل فورا، ما في شيء بيناتنا من المصنع ولا سياره العميل. لذلك انا بدعو كافه المستهلكين، يا اخي لا تخلي محلات الكهربائيين يستغلوكم كويس، تعال نحن هنا موجودين، نحن هنا المصنع، الأسعار مدروسة عنا ومقبولة جدا للعميل. لذلك يعني لا تخليهم قبل، يعني قبل مثلا كنا نشوف مثلا بطاريات برها. رسالة للأخوة المشاهدين ولزباين كيو باور الكرام، أن لا تتعامل مع وحدات البيع الأخرى أو المحلات التجارية الأخرى، تعال للمصنع نفسه. صحيح، تعال عندنا هنا المصنع، نحن اسعارنا مدروسه، تقريبا تاخذها اقل من السعر برا ب 25 و30%. طيب ممتاز، خلنا نكمل على البطاريات اخوي امير والاسعار اللي عندكم. دول البطاريات كلهم الكروزرات كويس، عندك سواء ال 6 او 8 وعندك هنا كم سعرها هذه اخوي امير؟ 300 بطارية الكروزر سعرها 300. 8 سلندر والستة سلندر نعم. نفس لا. السعر؟ في عندك هاي 295 الستة سلندر، وعندك هاي 300 ريال الثمانية سلندر. طيب ممتاز، ننتقل للي بعدها نشوف الأحجام الأخرى. مثلا عندك هاي هذه بطاريات الجمس أعتقد، هاي مرة نركبها على الليكزس نحن، هاي بتجي تقريبا منها بيجي منها 80 وبيجي منها 90 بطارية الليكزس. طيب كم سعرها؟ هاي سعرها 330 ريال 30. طيب واللي بعدها نشوفه، نشوف الانواع الاخرى. طبعا عندك هذه نفسها، نروح الطرف الثاني. تفضل وياي، تفضل شوف الانواع الاخرى اعزائي المشاهدين. طبعا انا اشوف في نوعيات مختلفه شويه نوعا ما، في بطاريات اعتقد للجنريترات اخوي امير. الجنريترات في عندنا انواع، احنا الجنريترات تقريبا القياسات الكبيره موجوده هنيك كويس، في عنا قياسات صغيرة كمان، بس أغلب الجنريترات بياخذوا قياسات كبيرة. إحنا طبعاً في عندنا بطاريات الهيفي ديوتي ابتداء من 120 أمبير لين 240 أمبير، طبعاً بنغطي نحن الجنريترات إضافة للتريلات، سيارات التريلات كلها موجودة عندنا. عندك هاي الصنف الثاني كمان، هي 55 أمبير، لكن هي أقطابها بتشوفها بنسميها دين، نحن بتلاقي أقطابها نزلة تحت غير هدوك القسم الياباني.
يعني نقول صبع البطاريه نازل تحت، نازل هاي بنستخدمها احنا للسيارات الكوريه والسيارات تقريبا الصينيه عم تركب كمان، وعم تركب شوي على السيارات الامريكيه، لكن هذيك الصبع الموجود هناك سيارات اليابانيه. طيب اخوي امير، انا اتذكر في بعض السيارات يجي صبعها واحد يكون يعني مثلا تكنس معين، الصبع الثاني شويه امتن. اي هذا عندنا هيك احنا موجود، بتلاقي وحده اصغر وحده متن، يعني دائما البلس بتكون صبعها شوي اكبر من الثانيه، لانه دائما بيكون الضغط على شو؟ على البلس اكثر. يعني مراعين المساله هذه فيها. طيب نشوف اللي بعد هالبطاريات هذه. هي براند ثاني نحن نزلناه جديد تقريبا، عم رفعنا ضمانه هلا. طبعا البطاريات بالنسبه للكيو باور ضمانها سنه، لكن بطاريات الكروزر نحن عملنا ضمانها 16 شهر، هي نزلناها جديد رفعنا ضمانها تقريبا مديناه 4 شهور كمان. طبعا براند جديد لنا اسمه كروزر، هي بطارية كمان في منها كل الانواع. طيب امير، بالنسبه للضمان تكلمت عن الضمان، الضمان ضمان استبدال ولا ضمان فقط على يعني على شنو؟ ضمان على احيانا بعضهم يقول والله احنا نعبيها اعاده تعبئه بعضها. بالنسبه لبطارياتنا بنسميها احنا مينتيننس فري، اللي هي لا تحتاج الى صيانه، بتلاقيها مسكره ما بيتعبى اي شيء، نحن اوريدي نحن معبينها ومسكينها ومخاتمينها، يعني ملحومه لحم، هي ما بصير فيها اي تعبئه او شيء. بالنسبه للضمان عندنا نحن الضمان، احنا البطاريه لما تطلع من عندنا من المصنع بيصير فيها اختبارات، لازم البطاريه اللي عم تعطي ضمانها سنه لازم اختباراتها تكون تكمل السنتين، يعني لازم اختباراتها تعطي جوده سنتين للسياره، ما تعطي ضمان احنا سنه. بالنسبه للبطاريات ال 16 شهر هي لازم تعطي سنتين ونص، طبعا ما تعطي ضمان عليها 16 شهر. لكن بالنسبة للضمان، إذا حكينا على الضمان موضوع كبير، الضمان بصراحة بيلعب حسب جودة السيارة بالنهاية وحسب استخدامها. يعني مثل السيارة تجيني مثلا ظلت سنة وثمان شهور البطارية، في منهم سنة ونص، في منهم سنة وشهرين. طيب يقول لك ليش عم بصير هيك؟ يا أخي حسب جودة السيارة، حسب كهربة السيارة، حسب استخدام السيارة، كله بيلعب دور. أكيد هذا طبعا أكيد، أحيانا دينامو الشحن أعتقد يأثر في عمر البطارية. نعم أكيد. طيب نشوف اللي بعدها أخوي أمير، نشوف نتكلم عن بعض الأنواع اللي موجودة. أعتقد لحظة أخوي أمير بس استوقفني أنا الرموز اللي على البطاريات هذه اللي هي R32، هل يعتبر نوع يعني؟ هذا نحن رموز خاصة بالمصنع، كويس، يعني نحمش انه ما له علاقه بالديسكربشن، هو الديسكربشن العالمي بيكون هون موجود، كويس، لكن هي احنا الرمز خاص بالمصنع. يعني مثلا R32 مثلا هون عندك H14، كويس، عندك H9، عندك R37. يعني المقاسات او القياسات اللي ممكن نوضح للساده المشاهدين، المقاسات تعتبر هذه اللي هي 95 دي اللي هو الديب و26 ال. نعم، في ال منها وفي ار، الار بتكون بالعكس، الماينس بيكون هون والبلس بيكون بالطرف الثاني. طبعا احنا مثل ما قلت لك، نحن بما انه مصنع نحن فليكسبل، دائما نحن شو ممكن اي سياره نحن نطلعها، يعني احنا مثلا دائما فيني اطلع هيك بطلعها بالعكس، ليش؟ احنا هي تصنيع يعني. صح فعلا. طبعا بالنسبه لنا احنا كتصنيع الحين احنا خطوطنا تقريبا في عندنا خطوط جديده اجتنا، صارت البطاريه حتى المواد الخام داخله كلها تصنيعنا هنا في الدوحه في الصناعه الجديده. جبنا خطوط انتاج جديده كلها، كنا قبل نحن بصراحه نعمل تجميع، اول ما كنا نعتمد على التكنولوجيا تبع غيرنا، لكن احنا الحين تصنيع داخل قطر، حتى البليتس داخل موجود صناعتنا 100% في المصنع. نتطرق احنا لطريقه التصنيع، خلينا نشوف البطاريات كذلك، في بطاريات الكبيره عندكم ناخذها اللي هي مثلا 100 امبير، هذه هي نحن هي حق المرسيدس والبي ام، هي 100 امبير. هي كم سعر هذه؟ هي سعرها 410 قديش؟ 450 عفوا 450 هي غير 450 ال 100 امبير. نعم. طيب بالنسبه للبطاريات الصغيره هذه اللي فوق، هذه هلا هي استعمارها شوي ما نادر، ليش؟ مثل ما قلت لك احنا في هي نسبه لها ار. كيف ار؟ احنا في عبجينا سيارات صينيه قلت لك بطارياتها محروفه، يعني البلس بتلاقيه هون والماينس هون عكس الثانيه، لذلك احنا وفرنا كل انواع البطاريات. هي سعرها مثل سعر هذيك 270 امبير تقريبا، بس لكن هي بتركب اكثر شيء على السيارات الصينيه. ليش؟ الصينيه مختلفه ار عكسيه، يعني البلس بيجي هناك والماينس بيجي هنا. طيب تكلمنا قبل شوي اخوي امير، ممكن ننتقل ونشوف، تكلمنا عن طريقه التصنيع، انا شفت عندكم نقول تشريح للبطاريه، ممكن نشوفها من جوه، نتكلم عن مكوناتها من جوه البطاريه ومن داخلها،
المكونات اللي داخل. انا اتذكر كانت الصفايح هذه رصاص. ايوه هاي صفايح، هاي صفايح رصاص، بتجي وحده بلس وحده ماينس. بيفصل بيناتهم، هذا بنسميه عازل، نحن عوازل بنحطها مشان ما يتلاقوا بين بعضهم. وطبعا لك في نحن هاي الماده كمان بنشوف هيك داخل، في ماده مثل الجلو بتجي، هاي نحن صرنا نضيفها جديد. ليش؟ عشان دائما تخلي الصفايح اقوى، لانه في بعض الاخوان مثلا بيروحوا بر، شو بصير من كثر الاهتزاز؟ اهتزاز شو عم بصير؟ عم بصير احيانا عم تفصل. نحن صرنا نستخدم هاي الماده اسمها جلاس مات، هاي الماده بتخلي الصفايح متماسكه، قد ما صار في اهتزاز تضل الصفايح ماسكه والداره شغاله 100%. مثل ما قلت لك نحن هاي تقريبا بتجي ست خلايا، كل خليه بتعطي 2 فولت 12 فولت. طيب طيب، هل مراعين مسألة استخدامكم للماتيريال مثلاً الجو الحار، نسبة الرطوبة مثلاً، الأكسدة؟ هلأ مثل ما قلت لك نحن قبل كنا نعتمد على غيرنا، نجيب هذا الصفائح نجيبها جاهزة، نعمل عبارة عن عن تجميع نحن assembling. لكن نحن حالياً هذه كلياتها تصنيعنا، يجينا نحن الرصاص على شكل إنجوت، رصاص خام، نحن ندوبه ونصيح ونصب نصنع الصفائح، صفائح الشرائح هاي الرصاص كلياتها هنا في مصنعنا. يعني مصنع كامل، مصنع هذا مصنع الشرائح، مصنع كامل مساحته 7000 لحاله بس من غير الرصاص. هذا رصاص، رصاص رصاص، نعم رصاص. مثل ما قلت لك وحده بلس وحده ماينس، يفصل بيناتهم هو العازل. طيب هذه التقنيه او طريقه العزل هل تعتبر تقنيه مثلا يابانيه المانيه في طريقه تصنيع البطاريات؟ هلا نحن التكنولوجيا تبعنا معتمدين شوي على الالمان، كويس، لكن هاي التقنيه في كل انواع البطاريه، في كل تصنيع البطاريات لازم يكون في عوازل ما بين البلس والماينس، لازم. ممتاز ممتاز. طيب انا وانا دخلت، يعني اول ما دخلت المحل استوقفني ان عندكم سياره، وقلت لكم اصبروا شوي لا تبدلون بطاريتها، ممكن ان احنا يعني نراوي المشاهد شويه طريقه تبديل البطاريه عندكم. هاي السياره ممكن وش بيجينا السياره هيك؟ ايوه نشوف اول شيء شو البطاريه. طيب طيب، نوعيه اول شيء تعرفون نوعيه البطاريه؟ ممكن جهاز اختبار، في عندنا جهاز اختبار نختبرها اول شيء، ممكن تكون البطاريه سليمه، ممكن نجي نقول مشكله بالدينامو او من كهرباء السياره. اول شيء بنفحص البطاريه هل هي خربانه ولا شلون. هلا هون عم بفحص البطاريه. طيب بعد يعني بعدها يعني بعد عمليه فحص اذا خلص. تبين ان البطاريه ضعيفه مثلا، البطاريه ضعيفه بنبدل له اياها، بيشيلها ونجيب له القياس المناسب لها زي ما كان. احيانا بيجونا سيارات مركب عليها القياس الغلط، هي اساس غلط، يعني راح نبدلها عن كهربائي ما انه متوفر عنده القياس، مركب له قياس ثاني. طيب ونحن طبعا لا بنرجع بنرجع له طيب. القياس الصح تبع الوكاله بنرجع له يعني. طيب حسب المقاييس اللي جايه من الوكاله؟ نعم حسب مقاس الوكاله الاصلي بنرجع له اياها زي ما كانت. طيب هذا اكيد طبعا، لان يعني ننوه على السادة المشاهدين أن كل سيارة لها قياس معين ولها بطارية معينة حسب المقاسات، فولتية معينة وأمبير معين. نعم نعم نعم، كل سيارة بتختلف أحيانا بالأمبير تبعها، أحيانا سيارات أمبيرها عالي، أحيانا سيارات أمبيرها بيجي واطي، وفي منهم L وفي منهم R، في منهم زي ما شرحت لك قبل أنه البلس بيكون على اليمين أو بالعكس بيكون على اليمين البلس، الماينس بيكون على اليسار. طبعا احنا كلها متوفره كلياتها، طبعا قياسات كلياتها كل انواع السيارات موجوده. طبعا عندنا كمان شوي بطاريات احترافيه، هلا بورجيك اياها كمان. احنا طبعا اكيد بنطلع عليها اكيد ان شاء الله. هي طبعا احنا بما ان احنا مصنع، يعني اجانا مثلا طلب مثلا في بعض مثلا الاليات العسكريه لهنا، طبعا احنا عم نصنع لهم اياها كمان موجوده. طيب هل الخدمه هذه اخوي امير اللي هي تبديل البطاريه تاخذون عليها رسوم معينه مثلا؟ لا لا لا، هذه رسوم بطاريه فري طبعا، من ضمن التكلفه، من ضمن التكلفه. مثل ما قلت لك احيانا محلات كمان ثانيه كهربائيين بياخذوا زياده رسوم ممكن توصل ل 50 ريال بس على التركيب. لا نحن طبعا هذا التركيب كلياته مجاني، حتى الفحص كمان احيانا بيجينا بان فحص البطاريه، طبعا الفحص حتى مجاني. ممتاز، انا تخلوني بعد شويه اجيب سيارتي افحصها عندكم. اي حياك، من السلامه، تشرفنا. الله يسلمك. طيب خلنا نقرب شويه ونشوف، احنا ودنا نتكلم شوي اخوي امير عن بعض التفاصيل، عن بعض التفاصيل. قرب شوي في المرحله هذه اللي هي تنزيل البطاريه. طبعا هلا كل كمان كل سياره لها طريقه معينه بتركيب البطاريه، يعني في احيانا سيارات موجوده مثلا البطاريه في الباكاج ورا، في بطاريات موجوده تحت الكرسي، احيانا مضطر نفك الكرسي
عشان ايش اركب. في احيانا مثلا سيارات دائما تلاقي الياباني اسهل شيء، طبعا حديده صغيره موجوده من فكه ومرغيبه، لكن في احيانا سيارات ممكن في ثلاث اربع صفايح حدايد مضطر نفكهم كلياتهم، طبعا بنرجعهم زي ما كانوا. الشباب عندنا هون كلياتهم اختصاصيين ومدربين على كل انواع السيارات، ما في اي خوف يعني هذا الموضوع. ممتاز ممتاز. طبعا ترجعونها مثلا احيانا اخوي امير، احيانا السيارات بعضها فيها برمجه، هل في آلية معينة عشان ما تخترب البرمجة تبدلون البطارية بطريقة سلمية مع البرمجة؟ هلا نحن لك شغلة، نحن في كان عن احنا كان في عنا موضوع في سيارات ألمانية أحيانا نركب بطارية ضل أحيانا بعض الأضوية شغالة، نزلنا بطارية جديدة هلا مصورها اسمها الـ AGM، الـ AGM باتري، هاي دائما بتجي فولت عالي جدا فوق 13 كويس، بتتحمل يعني ملائمة لسيارات الأخص الألماني زي المرسيدس البي ام والبورش، هدول بدهم كهرباء عاليه، لذلك بدهم اي جي ام ليس ليد اسيد مثل هدول البطاريات الثانيه. طبعا هي نحن بدانا انتاجها هي والاي اف بي، هلا بنحكي عنها كمان داخل الاي جي ام والاي اف. بالنسبه اخوي امير للبطاريات بعد ما يتم تبديلها، بعد ما يتم تبديلها هل يتم اعاده تدويرها مثل البطاريات القديمه تاخذونها لها اليه معينه؟ والله نشوف نحن للامانه نحن بدانا بانشاء مصنع ريسايكلينج بمساعيد، اخذنا الارض لكن لسه الحين ما اكتمل تجهيزه، الحين نحن ما مرحله تدوير اعاده تدوير نحن لسه، لكن انا على حسب علمي سنه ونص ان شاء الله حيكون مصنعنا الريسايكلينج تبعنا جاهز. على حسب علمي اخوي امير ان البطاريات المواد اللي فيها ما تتلف اللي هي الرصاص وغيره، هل هذا الكلام صحيح؟ طبعا طبعا، البطاريه نفسها بيعاد تدويرها، بيطلع منها الرصاص، بيطلع منها تقريبا بنسبة 70% أو 80% من الرصاص المستخدم برجع بيطلع بإعادة تنقية، كمان في اسمه إعادة تنقية بيرجعوا نقاء الرصاص مثل حالته الطبيعية الأم، بيخلصوه من الشوائب كمان زي ما كان وبرجع إعادة استخدامه. لكن مثل ما قلت لك نحن حاليا ما أنا متوفرها، لا عم نجيب نحن كل الرو ماتيريالز المواد الخام عم نجيبها من برا، نحن مواد خام لسه، لكن نحن إن شاء الله قريبا مصنع الريسايكلينج يعني خلال سنة أو سنة ونص بالكثير حيكون جاهز إن شاء الله، حيصير إعادة تدوير للبطارية نفس البطاريات المستعملة، من إعادة تدويرها منطلع المواد الخام ونرجع نستخدمها. طبعا هذا الشيء ما بيأثر على جودة البطارية نهائيا. أكيد أكيد طبعا. إحنا خلصنا من السيارة هذه، ممكن أن نرجع داخل أخوي أمير ونتكلم عن البطاريات اللي بداية أنت قلت لي عنها اللي هي اللي أيوة مثلا هي بطارية عسكرية عملناها خصيصا للآليات والمدرعات. طيب غير ممتاز يعني. طيب في أشوف البطاريات الثانية هذه أخوي أمير اللي حكينا عنها الإي جي إم أوكي، الإي جي إم ممكن نراوي السادة المشاهدين النوعية هذه اللي مختصة بالألماني أعتقد، هاي تقريبا أغلب من ركبها على السيارات الألماني اللي تحتاج كهرباء عالية عشان ما يصير مشكلة بالبرمجة أو مشكلة بالكمبيوتر تبع السيارة. نزلنا بطارية الإي جي إم طبعا بقت لك سبيشالي هاي للمرسيدس والبي ام والبورش. طبعا نزلنا كمان بطاريه ثانيه اسمها الاي اف بي، الاي اف بي هاي طبعا يعني هي موجوده عندنا هنا سيارات انواعها في قطر لكن مش كثير موجوده، هي بنستخدمها لسيارات ستارت ستوب باتريز، في سيارات انت بتشوفها يعني بس توقف على الاشاره شو يصير تطفي، لكن هي ما طافيه لكن تحسها تحتاج دائما شو استهلاك اكثر، يعني الصفائح تبعها بالداخل تكون اسمك، هي الصفائح الرصاصيه. طبعا هذا الشيء احنا حسنا ننتجه ليش؟ انه احنا بدانا انتاج الصفائح كلياتها صرنا نتحكم. طيب اخوي امير انت تكلمت لي عن البطاريات للسيارات الالمانيه، انا اتذكر بعض السيارات الالمانيه تجي فيها بطاريتين، فيها بطاريه في الخلف صغيره اعتقد صح؟ نعم نعم احيانا، بس احنا هي البطاريه الصغيره ما انا موجوده للاسف، لانه هي بطاريه الالمان يعني حاطين تقريبا تكنولوجيا عاليه فيها، ممكن بالمستقبل ان شاء الله نطلعها. هاي البطاريه بتيجي صغيره للكمبيوتر لكن شوي يعني مش انه معقد كثير، لكن ان شاء الله بالمستقبل نطلعها. طيب بالنسبه للسيارات الكهربائيه اخوي امير، السيارات الكهربائيه اللي طلعت حديثا هل في لها بطاريات معينه ممكن انتم تساعدون اصحاب السيارات فيها؟ والله شوف للامانه السيارات البطاريه هي غير التقنيه وغير التكنولوجيا وغير مصنع، يعني بدها ارض لحالها ومصنع لحالها، ولا حتى الهايبريد ليثيوم باتري زي بنسميها بطاريات الليثيوم، بطاريات الليثيوم، هل في خطه يعني مستقبلا انه يكون عندكم توفرون مثل هذه البطاريات؟ هلا نحن بالنهايه كويس، نحن مصنع بطاريات، مصنع البطاريات بشكل عام هي عباره عن عالم كبير، يعني اي مصنع اي شيء بدك تساويه
ارض ومصنع وماكينات ومعدات مش، بس احنا بالمستقبل ان شاء الله كل شيء منتهى. بس احنا بدانا اول شيء هلا احنا بطاريات السيارات العاديه كويس لانه الاستهلاك عالي عليها، بالمستقبل ان شاء الله ممكن اي شيء. ما زالت البطاريات هذه اعزائي المشاهدين طبعا هي الـ 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 يعني بعد البنزين هي المحرك الاساسي للمركبات في الشارع. طيب اخوي امير، انا شفت يعني انواع وايد من البطاريات، هل في مثلا ويب سايت معين ممكن يدخل الزبون يختار قبل يعرف ان بطاريته موجوده ولا لا، يتعنى مثلا المشوار هذا تطلع بطاريته مش موجود او النوع سيارته مش موجود عندكم؟ هلا مثل ما قلت لك قبل نحن البطاريات السيارات كلها موجوده، بس ممكن مثلا تكون احيانا مثلا بمعرض من المعارض سوي خلصت مثلا خلصت نفذت مثلا، لا في عندنا تليفوناتنا احنا موجوده مع الشباب، عندنا تقريبا خطين تقريبا تليفونين للتواصل سواء واتساب سواء عادي، الشباب موجودين تقريبا لين الساعه 12. يعني اوقات عملكم من متى لين الساعه 12؟ من 8 الصبح ل 12 بالليل نظام شفتات. الله يعطيك العافية أخوي أمير، شكرا جزيلا وما قصرت. الله يسلمك ويحفظك، شرفتونا بيك السلامة. مثل ما قلت لك أنا بوجه رد رسالة للمستهلك، لا تخلي محلات التانية الكهربائيين يستغلونكم، تعالوا عندنا هنا نحن من المصنع مباشرة. شكراً. من المصنع لسيارة العميل فورا. شكرا أخوي أمير، شكرا جزيلا، نشكرك نشكرك. طبعا أعزائي المشاهدين هذا كان كل ما لدينا اليوم في محلنا اللي هو كيو باور، نشوفكم بكرة إن شاء الله في نفس الموعد وفي مكان آخر إن شاء الله، حياكم الله.